مجلس محافظة بابل تم بناء على طلب من السادة أعضاء المجلس حدود 19 عضو مجلس محافظة اتفقوا على أن يعقدوا جلسة بعد رفع الجلسة المقررة من قبل السيد رئيس المجلس الشيخ رعد الجبوري. فانتخبوا المجلس أحد أعضاء المجلس لإدارة الجلسة، وذلك اتخذوا بقرار إقالة هيئة رئاسة المجلس بسبب عدم إدارتهم للأزمة الحالية في المجتمع البابلي. فتم إعفاء السيد رئيس المجلس والسيد نائب رئيس المجلس والسيدة رفلاء جحيشي أمين عام المجلس. استجابة لمطالب أهالي بابل وبعد خروج هذا المقاطع الصوتية التي تقمع التظاهر وتقمع حالة دستورية مع الأسف، وقام مجلس المحافظة بعدة محاولات لاستماع للسيد رئيس المجلس السابق رعد الجبوري، ولكن بدأ بالتسويف واختيار أوقات واختيار مكانات سبب لنا مشاكل كبيرة جدا. اليوم التأم المجلس واجتمع بأغلبية مطلقة وتم إعفاء الإخوان بهيئة الرئاسة الثلاثة، وهم الشيخ رعد والأستاذ زهير والست رفلاء، استجابة لمطالب إضافة إلى بعض التجاوزات التي قام بها الشيخ رعد في بعض حالات إدارة الجلسات. احنا مع كل إجراء قانوني يحفظ لأهالي بابل ويحفظ للقانون هيبة القانون.